السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبنا لكم واحد الملتقى كانت تعطي واحد الكمية هائلة من اللوز تبارك الله. الشجر واش فيه شي بركة؟ شوية شوية ديال اللوز. هو اللوز كيف شوية شوفوا صح هذاك تعطي كبيرة إلى من اللوز واللوز قربته أكثر باش تشوفوه فتاك تعطي كبيرة إلى من اللوز تبارك الله. شوفوا شو بلاصة أخرى إن شاء الله. هذه وحدة أخرى كبيرة إلى من اللوز هو كمية هائلة الحمد لله كامل توز. كمية هائلة من اللوز شوفوا هو بلاصة تتباع تقريبا على دوات الرمال بواحد جوج ونص كيلومتر تقريبا تلتة كيلومتر. هو شوف واحد المكان آخر تبارك الله موجود للجوج شغلتك أخرى شي كل شيء الحمد لله. أهو عائل كنت جيت باش نشوف واش كاين اللوز لكن بالفعل كاين الحمد لله كمية لا بأس بها في شجر اللوز. الحمد لله والجو ديال اللي بصراحة مبطر. بعد ذلك جيت عرفت الأجواء واش تصلح لي باش نوصل ساعة قلت هاسي نوصل خديت هاد المسافة بوحدي باش نجي نشوف ندير المراقبة على هاد الشجر. الحمد لله كاين السكينة هنايا كبيرة من اللوز. اللوز يعني كاينة كبية لا بأس بها شوفوا بطاقة أخرى
موجودة وزوار الأشجار هذا كيكيا تبتعد على ضوات الشربات مسافات جوج ونص كيلومتر إلى ثلاثة ونص إلى ثلاثة عفوا جوج إلى ثلاثة يا أسامي. وهذا اتجاه آخر شوية هلا 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 شكرا لك جزيلا.